بس عايز اسالك برضو قد ايه شايف دور مجلس اداره النادي الاهلي كان فارق جدا قبل مباراه فيتا كلوب، وخصوصا زي ما اتكلمنا على اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره مع اللعيبه قبل المباراه، وانه اتكلم قبل السفر انه حتى لو احنا في موقف صعب كلنا ثقه انكم تقدروا تطلعوا منه، واحنا زي ما حطينا نفسنا في الموقف ده نقدر ان احنا نطلع منه، وده اللي حصل. شفنا الحقيقه الاداء والنتيجه. بص حواليك على حاجه، كابتن محمود الخطيب هو فعلا مش من احسن اللعيبه اللي لعبت كره بس في مصر او في الوطن العربي او في اي حته. هو حاجه انا عشت معاها ولعبت جنبها، وهو ما شاء الله وجه مشرف في اي حته، اسلوب تعامل ومتوارث خدت بالك من كل الادارات اللي كانت موجوده قبل كده اداره النادي الاهلي. ف عامل كل الدعم بوجوده بخبراته اللي احنا كلنا تعرضنا ليه في حياتنا، وهو فاهم كل حاجه فبأبسط الاشياء وبعقلانيه كبيره جدا يحسد عليها، يعني كمان بيتناول جميع الظروف وجميع المواقف اللي احنا بنتحط فيها بمنتهى الثبات، وده اللي بيوصله للعيبه لما بيروح يقعد معاها. قد ايه بيديهم ثقه، وقد ايه الراجل ده محبوب جدا في جميع انحاء الدنيا، يعني تخش في اي حته الناس بتعشقه، الناس بتحبه لاخلاقه لاسلوبه لتاريخه، مش هقول لك يعني كل الناس عارفه. فلما بيروح يقعد مع اي حد بقى واحنا بنبقى قاعدين خلاص، يعني بقينا بنبقى قاعدين مبسوطين، مبسوطين هو قاعد معانا، مبسوطين هو شافنا، يعني مبسوطين احنا شفناه. فكمان لما بيجي بقى يتكلم على لعيب صغير كان بيحلم ان هو يقعد مع محمود الخطيب، او كان يقول له يا قفشه يا شريف يا فلان بتاع، قد ايه السعاده بتبقى غامره وهو مهتم ان هو شايف محمود الخطيب، شايفه وحاسس بيه وبيكلمه. زي ما احنا زمان كان صالح سليم بيجي يكلمنا، كان يجي يقول لنا انتوا عندكم مش عارف ايه كره بتخلص كده، انتوا عايزين الدوري تاخدوه ولا لا، وبعد كده اي حد يفكر نفس الشكل نفس المفهوم نفس الاداء. بس في ربنا بيبعت كاريزمات في الحياه، يعني صح صراحه يعني محمود خطيب منهم الحقيقه، دي حقيقه. يعني انا بيسالوني على محمد صلاح مين احسن واحد لعب كوره في مصر لا محمد صلاح ده انا بالنسبه لي راجل نجح في الحاله الاحترافيه بتاعته كمان، ده انا مش فوتبولر زي محمود الخطيب خالص. لا ده في فرق بعيد قوي بين محمد صلاح وبين محمود الخطيب. صلاح او اي حد تاني كمان عندنا اجيال كانت بتلعب في مصر هنا، لا دول علامات من كره القدم في مصر. ولو سميهم هتسميهم كتير قوي، انما سرعه محمد صلاح ومجهوده الوافر اللي بيقدمه في الماتشات ونجاحاته الخارجيه بره مصر دي كلنا نفخر بيها، كلنا نبقى طبعا وراه. شرف كبير كلنا نشجعه المصريه، ونقول صلاح من احسن اللعيبه اللي جت، انما ونفسنا يكون في كتير من صلاح بعد كده. محمود الخطيب ده في حته تانية خالص، اللي هو انا لعبت جنبه وشفت ازاي بيتعامل مع كره القدم. كان في لعيبه في انجلترا زمان زي جورج بيست، ده ما حدش شاف جورج بيست ده كتير. خطيب من المواهب دي، جورج بيست ده من كده. كرويف ايام انا كنت ببقى بلعب والسرعات موجوده كنت بتمنى اتفرج عليه واقلده، ابقى نفسي ابقى كرويف ده. ففي علامات في كره القدم زي ميسي، انت تقدري تبقي كريستيانو بس ما تقدريش تبقي ميسي. ميسي موهبه طبعا، انت تقدر تبقى محمد صلاح بس ما تقدرش تبقى الخطيب.